أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذه الآيات نزلت في آخر غزوة الأحزاب. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابي حذيفة بن اليمان حذيفة اليمان رضي الله عنه حتى يحقق أحوال الكفار. فالكفار كانت الريح تضرب في رحالهم والكفار كانوا يقولون الرحيل الرحيل، فبدأوا يرتحلون ويرجعون إلى مكة المكرمة. وجاء الصحابي وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون الرجوع وأنزل الله تعالى هذه الآيات. فهذه الآيات نزلت في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب، وتسمى هذه الغزوة بغزوة الخندق أيضا. وسبب هذه الغزوة هو أن بني نضير لما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة، بنو نضير كانوا من اليهود، الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجهم من المدينة المنورة. فهؤلاء كانوا ينتظرون فرصة حتى ينتقموا من الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وحتى يستردوا بلادهم، حتى يستردوا بلادهم ويرجعوا إلى المدينة المنورة. فهؤلاء ذهبوا إلى قريش وقالوا نحن نريدكم أن تستعدوا لحرب محمد صلى الله عليه وسلم ونحن ننصركم، نحن ننصركم ونتكلم مع بني قريظة هم أيضا ينصرونكم. فاستعدت قريش بقتال المسلمين. ثم ذهبوا إلى غطفان وتكلموا مع غطفان وقالوا بني غطفان وقالوا إننا يعني تكلمنا مع قريش وهم راضون بقتال محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فنحن نريدكم أن تشاركونا في هذا القتال. فهكذا أعدوهم أيضا. فاستعد ما في يعني 10,000 أو 12,000 نفر من الكفار والمشركين لقتال المسلمين. بعضهم ذكروا أنهم كانوا 10,000، وبعض العلماء ذكروا أنهم كانوا زهاء يعني قرابة 12,000. فهؤلاء استعدوا، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجهزون أنفسهم لقتال المسلمين. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف نقاتل، نبقى في المدينة المنورة أو نخرج إلى الخارج ونقاتل. فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى حفر الخنادق، أشار إلى حفر الخنادق. وهذه المكيدة لم تكن العرب تعرفها، ما كان العرب يعرفون طريقة حفر الخنادق للقتال، وهذا الشيء كان عند أهل فارس، وسلمان الفارسي رضي الله عنه كان من أهل فارس. فهو أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك طريقة، المكان الذي هو مفتوح من المدينة المنورة نحن نحفر الخنادق فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعجبه رأي سلمان الفارسي رضي الله عنه، فأمر الصحابة رضي الله عنهم بحفر الخنادق. فكانت هناك يعني جهتان كانت مفتوحتين، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخنادق في هاتين الجهتين من الحرة الشرقية للحرة الغربية، فأمر بحفر الخنادق في هاتين الجهتين. فبدأ المسلمون يحفرون الخنادق، وفي أثناء حفر الخنادق خرجت صخرة بيضاء مدورة، صخرة بيضاء مدورة
ولكنها يعني لم تكسر. الصحابة حاولوا تكسيرها ولكنها لم تكسر، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وضرب، ضرب الصخرة، فلما ضرب فصدع وتكسر، تكسرت الصخرة. وهكذا فعل ثلاث مرات، وفي كل مرة ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم خرج نور، وأضاء هذا النور ما بين اللابتي المدينة المنورة، ما بين جبلي المدينة المنورة أصبح منورة، وثلاث مرات هكذا. وبعد ذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأن جبريل عليه السلام أخبره أن أمته ظاهرة عليها، يعني المسلمون يغلبون على قصور حيرة، وحيرة في بلاد في العراق، ومدائن كسرى يغلبون عليها ويأخذون هذه البلاد. وهكذا في الضربة الثانية أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى قصور الحمر من أرض الروم، قصور حمر من أرض الروم، وإن جبريل عليه السلام أخبرني أن أمتي ظاهرة عليها، أن أمتي ظاهرة عليها، يعني يغلبون على أرض الروم أيضا ويأخذون البلاد من أرض الروم، من أهل الروم. وفي المرة الثالثة قال يعني أنه رأى قصور صنعاء في يمن، قصور صنعاء، وأخبرني جبريل إن أمتي ظاهرة عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بأن هذا الدين سينتشر ويصبح المسلمون أقوياء حتى يغلبون على كثير من البلاد، على أرض الروم وعلى أرض كسرى وعلى أرض حمير وعلى أرض الحيرة وعلى أرض يمن، فهذا كله يكون تحت المسلمين. فبشر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بذلك، فالمنافقون تعجبوا من هذا وقالوا: ألا تعجبون من كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو يقول يبشرنا بمدائن كسرى وقيصر وأرض الروم وغير ذلك، وأحدنا بسبب الخوف لا يستطيع أن يذهب للبول والبراز، لا يستطيع أن يذهب للبول والبراز، فما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا خداعة، فليس هناك يعني فتح في بلاد أرض الروم أو في مدائن كسرى أو في أرض يمن، هذا كله لا يحصل، نحن هنا بسبب الخوف حفرنا الخندق، وبسبب الخوف الشديد لا نستطيع أن نذهب للبول والبراز. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، قال المنافقون هكذا، كان رجل اسمه معتب بن قشير هو قال هذا الكلام. وقال المنافقون لأهل المدينة المنورة: يا أهل يثرب لا مقام لكم، فارجعوا، اخرجوا، ارجعوا من هنا إلى المدينة المنورة، ليس لكم الإقامة هنا، ولا تستطيعوا أن تقاتلوا الكفار، فهم في عدد كبير. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج مع 3000 من المسلمين، 3000 من المسلمين، والكفار هم يعني إما 10000 أو 12000، فقالوا: لا يمكنكم أن تقاتلوا الكفار. على كل، وصل الكفار، والمسلمون أيضا كانوا ينتظرون الكفار، فعندما جاءوا ورأوا الخنادق فتحيروا، لأن العرب ما كانت تعرف هذه المكيدة، فتحيروا، ولكن ثم بدأوا القتال برمي السهام والنبال من بعيد، لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يقتحموا الخندق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل حراس، فكانوا يرمون النبال من بعيد، ثم نزل البعض في الخندق حتى يقاتل، فذهب علي رضي الله عنه وقتل الرجل ورجع. وهكذا بدأ القتال. وفي وقت الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس الخندق حتى لا يدخل الكفار في الخندق ويدخلون المدينة المنورة ويقاتلون المسلمين. وهكذا استمرت الأيام والليالي مع هذا الخوف، والمنافقون رجعوا. ثم انتشر الخبر بين المسلمين أن يهود بني قريظة الذين كانوا يسكنون المدينة المنورة هم اتفقوا مع يهود بني نظير على أنهم يعينونهم وينصرونهم، وعلى أنهم يدخلون في بيوت المسلمين ويغيرون على بيوتهم ويأخذون أولادهم ونساءهم. فهكذا دخل الخوف الشديد في قلوب المؤمنين، حتى قال الله سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزلوا زلزالا شديدا، فأخذهم الخوف. ولكن المسلمين
استقاموا وثبتوا على القتال في سبيل الله تعالى ولم يرجعوا. أما المنافقون فهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذن للرجوع إلى المدينة المنورة، وقالوا إن بيوتنا عورة، إن بيوتنا مفتوحة، نحن نخاف أن العدو يغيرها والسراق يدخلونها، فنحن نريد أن نذهب إلى بيوتنا لحفاظة البيوت والأولاد والنساء. فهم رجعوا. أما المسلمون فهم ثبتوا في ميدان القتال. وذكر الله سبحانه وتعالى أن المنافقين يعني لو طلب منهم الكفار أن يقاتلوا في جماعتهم فهم يستعدون لذلك ولا يخافون من أي شيء، ولكن عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك ما كانوا يثبتون على القتال، بل رجعوا إلى المدينة المنورة. فالله سبحانه وتعالى زجرهم ووبخهم في هذه الآيات. وهذه السورة تسمى بالفاضحة أيضا لأنها تفضح المنافقين في هذه القصة. فاستمرت هكذا الأيام والليالي مع هذا القتال. فشاء الله سبحانه وتعالى أنه جاء نعيم ابن مسعود الأشجعي رضي الله عنه، كان كافرا وأسلم في ذلك الوقت، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنني أسلمت وقومي لا يعرفون عن إسلامي شيئا، لا يعرفون أنني أسلمت، فمرني حتى أساعدك، مرني بأمر حتى أساعدك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت رجل واحد وما عساك أن تفعله، ما عساك أن تفعله، يعني أنت رجل واحد ماذا تستطيع أن تفعل، ولكن خذل عنا ما استطعت، خذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة، يعني اذهب واخدع الكفار عنا، خذل عنا ما استطعت. قال طيب. فذهب من هناك وجاء إلى بني قريظة، جاء إلى بني قريظة وقال أنتم تعلمون أن قريش وغطفان ليسوا أمثالكم، فإن هؤلاء يرجعون إلى بلادهم ويتركونكم هنا بدون نصرة، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقتلكم أو يخرجكم كما فعل مع بني النضير وبني قينقاع من قبل، أخرجهم من المدينة المنورة، فأين ستذهبون أنتم؟ فإذا تريدون أن تكونوا أعوانا لقريش وغطفان فاطلبوا منهم 70 من أشرافهم رهائن، 70 من أشرافهم رهائن مثل الرهن، كما أن الإنسان عندما يدفع الدين يأخذ شيء منه رهنا، هذا يدل على أنه سيعيد إليه، يعيد إليه الدين وثم يعيد إليه هذا الرهن. فقال اطلبوا منهم 70 يعني من شرائف من أشرافهم رهائن للرهن. قال طيب كلامك صحيح ونحن نعلم أنك تحبنا ونحن نحبك. ثم ذهب إلى قريش وقال لا تخبر هذا الكلام لأي واحد. ثم ذهب إلى قريش وغطفان وقال تعلمون ودي ومحبتي لكم؟ قالوا نعم. قال إني أخبركم بخبر فاكتموه عني لا تخبره أحدا. قالوا وما ذلك؟ قال إن بني قريظ هم اتفقوا مع محمد صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أعطوا محمد صلى الله عليه وسلم 70 من قريش وغطفان فالرسول صلى الله عليه وسلم يعيد جناحهم يعني بني نضير إلى المدينة المنورة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعيد بني نضير إلى المدينة المنورة ويتركهم يسكنون في المدينة المنورة. فقالوا نعم. قالوا هكذا؟ قال نعم. قال طيب إذا يعني أنتم تريدون منهم شيء يعني القتال فاطلبوا منهم القتال في هذه الليلة. فقريش هم أرسلوا إلى بني قريظة وقالوا نحن نريدكم أن تخرجوا في هذه الليلة للقتال، وكانت ليلة السبت، وقالوا نحن لا نقاتل في ليلة السبت وفي السبت لأنه ما أصابنا إلا بسبب أننا ما عظمنا هذا اليوم، اليهود السابقون في بني إسرائيل أصابهم العذاب، أصبحوا قردة وخنازير بسبب أنهم كانوا لا يعذبون هذا اليوم وقد أمروا بتعظيم هذا اليوم، فقالوا نحن لا نقاتل ومع ذلك لا نقاتل حتى تقدموا إلينا 70 من أشرافكم رهائن حتى نعلم أنكم لا تتركوننا بدون النصرة ولا ترجعون إلى بلادكم. فعرفوا أن كلام نعيم بن مسعود الأشجعي هو كلام صحيح، فالآن دخل الرعب في قلوبهم. ثم أرسل الله سبحانه وتعالى الرياح، أرسل الله ريحا شديدة باردة في ليلة مظلمة، فكانت هذه الريح هي تقلع خيمهم، الخيمة التي جعلوها تقلع البيوت وهي تلقي القدور عن الأثافي، القدور كانت ثابتة على الأثافي، فهذه كانت تلقي القدور أيضا حتى لا يبقى طعام أيضا في القدور، وكانت
يعني تقلع البيوت كذلك. وكذلك أرسل الله الملائكة 1000 ملك من الملائكة، وهؤلاء كانوا يدخلون الرعب في قلوب الكفار، كانوا يدخلون الرعب في قلوب الكفار، فبدأوا يرتحلون، فقالوا الرحيل الرحيل، قالوا أن بني قريظة إذن خالفونا وأصبحوا في جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، والآن نحن نخاف يعني أن الريح شديدة وكذلك الليلة مظلمة ولا نعلم يمكن يدخل فينا من الجواسيس، فقالوا يعني نرتحل من هنا، فارتحلوا. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، ومن الله تعالى على المسلمين بأنه أرجع الكفار الذين جاءوا لقتال المسلمين إلى بلادهم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمنون الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وكانوا ثابتين مع محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله، فضل الله تعالى عليكم، الله سبحانه وتعالى هو أنعم عليكم، وهذا فضل الله تعالى عليكم وإحسانه ومنه إليكم، أن الله سبحانه وتعالى هو رد كيد المشركين عنكم، ورد الله تعالى المشركين عنكم. نعمة الله تعالى عليكم إذ جاءتكم جنود، متى كانت نعمة الله؟ حين جاءتكم جنود، وقت مجيئكم الجنود، وهؤلاء الجنود هم قريش وغطفان وكنانة وأوباش من العرب وأحابيش أخلاط من الناس، كلهم هؤلاء أصبحوا 10,000 أو قرابة 12,000، واجتمعوا وجاءوا لقتال المسلمين. إذ جاءتكم جنود، إذ جاءتكم، حين جاءتكم أيها المسلمون جنود، جنود من كفار قريش وكنانة وأوباش من العرب وكذلك الأحابيش الأخلاط من الناس وغطفان وبنو نضير، كل هؤلاء اجتمعوا على المسلمين. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، هذا نعمة، هذا تفصيل النعمة، تفصيل النعمة أننا أرسلنا عليهم ريحا، أرسل الله سبحانه وتعالى، بعث الله تعالى عليهم، على الجنود، على الكفار، على المشركين ريحا، هذه الريح كانت باردة جدا، ريحا باردة وريحا شديدة، ريحا باردة شديدة، وجنودا لم تروها، وكذلك جنودا من الملائكة لم تروها، أنتم ما رأيتم الملائكة. فريحا هي الريح الباردة الشديدة في ليلة مظلمة، وهذه الريح كانت تقلع بيوتهم، كانت تقلع بيوتهم يعني خيمهم، وكانت تلقي قدورهم، كانت تلقي قدورهم عن الأثافي، وكانت تضرب عليهم الحصات، الحصيات، ترمي عليهم الأحجار، ترمي عليهم الأحجار. وأما الملائكة هم ما قاتلوا، جنودا لم تروها، جنودا من الملائكة، جيوش، جماعات من الملائكة ما كانوا يقاتلون، ولكنهم كانوا يزلزلون قلوبهم، كانوا يدخلون الرعب في قلوب الكفار، كانوا يزلزلون قلوبهم. فقال وجنودا لم تروها، أرسلنا عليهم، على الكفار والمشركين، جنودا من الملائكة، جيوشا من الملائكة وجماعات من الملائكة، كان عددهم 1,000 ولم تروها، أنتم أيها المسلمون ما رأيتم هؤلاء الملائكة، ما رأيتموهم، وهؤلاء الملائكة ما قاتلوا الكفار ولكنهم ألقوا في قلوبهم الرعب، والله أعطاهم هذه القدرة أن الملائكة يستطيعون أن يلقوا الرعب في قلوب العباد بأمر الله سبحانه وتعالى. وكان الله بما تعملون بصيرا، وكان الله سبحانه وتعالى بما تعملون بصيرا، الله مطلع على أعمالكم التي تعملونها. ما هي الأعمال؟ الأعمال حفر الخندق، حفر الخنادق، والثبات في ميدان القتال، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ويعلم ما يفعله المنافقون أيضا، يعلم ما يفعله المنافقون. أولا لا يشاركون في حفر الخنادق، لا يشاركون في حفر الخنادق. ثانيا بعدما يبدأ القتال يفرون من ميدان القتال، الله يعلم كل ذلك. فالله سبحانه هذا، هذه الجملة فيها وعد ووعيد، وعد للمؤمنين الذين يثبتون لميدان القتال، في ميدان القتال للقتال، والذين حفروا الخنادق
الله يعدهم أنه يعلم أعمالهم فيجازيهم على هذه الأعمال، على القتال في سبيل الله، وعلى حفر الخنادق، وعلى تحمل المشاق، وقد كانوا يعني في جوع شديد، أصابهم الجوع الشديد، وكانوا يجعلون الأحجار على بطونهم حتى لا يحسوا بالجوع، حتى لا يسقطوا بالجوع، وكانوا يحفرون الخنادق. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، والله سبحانه وتعالى يعلم أعمالكم سيجازيكم على هذا. أنتم لا تظنوا أن هذا الجوع يذهب سدى وباطلا وعبثا، لا، الله يعلم جوعكم، فالله يعطيكم في الجنة نعم كثيرة حتى تنسون هذا الجوع. الله سبحانه وتعالى يعطيكم نعم في الجنة حتى تنسون هذه المشاق التي تحملتموها في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب، ستنسونها. وهكذا الله يعلم أعمال المنافقين، من أنهم يعني إذا رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غافلا عن المنافقين فهم لا يحفرون الخنادق، وإذا وجدوا فرصة للفرار من ميدان القتال يفرون، الله يعلم ذلك، فالله يجازيهم على ذلك فيعذبهم في الدرك الأسفل من النار، يعذبهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وكان الله بما تعملون بصيرا، الله مطلع على أعمالكم يجازيكم على هذه الأعمال، بصير ينظر إلى أعمالكم ويطلع على أعمالكم، والمقصود من الاطلاع هو أن يجازيكم على هذه الأعمال في الآخرة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم ذكر تعالى أن الكفار جاءوهم من أسفل الوادي ومن أعلى الوادي، الكفار جاءوا من أعلى الوادي أيضا ومن أسفل الوادي، فقال إذ جاءوكم، الله سبحانه وتعالى من عليكم وأحسن إليكم حين جاءتكم الجنود من فوقكم، إذ جاءوكم أي إذ جاءوكم بمعنى الجنود، الجنود جاءوكم من فوقكم أي من أعلى الوادي من جهة المشرق، من أعلى الوادي من جهة المشرق، وهؤلاء هم أسد وبنو غطفان، جاءوا من أعلى الوادي من جهة المشرق وهم غطفان والأسد، ومن أسفل منكم وجاءوا من أدنى الوادي، من أسفل الوادي من جهة المغرب، من أسفل الوادي أي من أدنى الوادي من جهة المغرب، وهؤلاء قريش وكنانة وأوباش العرب، قريش وكنانة وأوباش العرب وأحابيش يعني أخلاط من الناس، ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى يعني الأحوال، كيف أصبحت الأحوال وكيف كان الناس خائفين في هذا الوقت، لأنه اشتد الأمر، اشتد القتال، فقال وإذ زاغت الأبصار، زاغت الأبصار أي عدلت ومالت الأبصار عن سننها، عن مكانها، الأبصار في عامة الأحوال تبقى على حالها، عامة الأحوال تبقى على حالها، وفي الخوف الشديد يصبح للعين حالتان، إما أن تبقى مفتوحة، الإنسان يبقى متحير ينظر بسبب الخوف مع فتح العين فيتغير ويعدل العين عن حالتها الأصلية إلى حالة الحيرة والتعجب، أو بسبب الخوف الشديد لأنه يخاف من كل مكان فهو يدور العين في كل مكان ينظر هكذا يمينا وشمالا يخاف بسبب الخوف الشديد، فمعنى زاغت الأبصار أنها مالت عن سننها، عن مكانها في الحالات العادية، تبقى على حالها العين، تبقى على حالها، ولكن في الخوف الشديد وفي الحيرة الشديدة الإنسان يبقى يفتح عينه يعني كاملا ويرى إلى الشيء بالخوف الشديد، أو ينظر يمينا وشمالا، فهذا يدل على أنهم في خوف شديد وفي حالة الاضطراب حتى العين لا تبقى على حالها. إذ زاغت الأبصار أي مالت الأبصار، وزاغت الأبصار أي عدلت الأبصار عن أماكنها، عن سننها، ولم تبقى في مكانها، وبلغت القلوب الحناجر، وكان الخوف الشديد حتى لكأن القلوب تكاد ترتفع من أماكنها وتخرج من الفم، يعني هذه كناية عن الخوف الشديد، يعني الخوف كان إلى هذا الحد
حتى يعني كادت أن ترتفع القلوب عن أماكنها بسبب الخوف الشديد، القلوب ترتفع عن أماكنها وتصل إلى الحناجر إلى الحلقوم، وكادت أن تخرج من الفم بسبب الخوف الشديد. فقال وبلغت القلوب الحناجر، القلوب بسبب الخوف الشديد بلغت إلى الحناجر إلى الحلقوم، وهذا المكان ضيق، وإلا لخرجت القلوب من فمه، من فم الإنسان، من أفواه الإنسان، وخرجت القلوب. فقال وبلغت القلوب الحناجر، يعني كان الخوف شديدا، كان الخوف شديد حتى يظهر للإنسان كأن قلبي يتحرك عن مكانه ويرتفع، ولعل القلب يخرج من فمي. وتظنون بالله الظنون، وتظنون بالله الظنون، أي تظنون بالله ظنونا مختلفة، ظنونا مختلفة. الكفار كانوا يظنون أنهم يحولون دار الإسلام دار الحرب، دار الكفر، يعني كانوا يرون أنهم اليوم يقتلون المسلمين جميعا وتعود المدينة المنورة دار الكفر. والمسلمون كانوا يظنون أن الله ينصرهم وينصر رسوله، أن الله ينصرهم وينصر رسوله. والمنافقون كانوا يظنون أن الله يترك نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الكفار يستأصلون المسلمين، يعني يقتلون عن آخرهم، لا يبقى من المسلمين أحد، كلهم يقتلون، يستأصلون المسلمين، يستأصلون المسلمين. فهذه كانت ظنون مختلفة، لذلك ذكر الله تعالى بصيغة الجمع ومع الألف وتظنون بالله الظنون، كنتم تظنون بالله ظنونا مختلفة. فظنون المؤمنين كان ظنا حسنا بالله تعالى، وهو ماذا؟ أن الله ينصر المسلمين والرسول، هذا كان ظن المسلمين وهو ظن حسن. وأما الكفار والمنافقون فكان ظنهم ظن سيء بالله تعالى. الكفار ظنوا أن الله يترك نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، والمدينة المنورة تعود بلاد الكفار. والمنافقون ظنوا أن الله يترك نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الكفار يستأصلون أي يقتلون جميع المسلمين، لا يبقى أحد من المسلمين. فقال تظنون بالله الظنون. الظنون هنا معرف باللام، ومع ذلك جاءت فيها الألف، والألف علامة على أن الصيغة منونة، عندما يكون فيها التنوين تأتي الألف، وإلا لا تأتي الألف. فهنا لماذا جاءت الألف هنا؟ الظنون، يكون الظنون، إذا يكون مرفوعا يكون الظنون، وإذا يكون منصوب يكون الظنون أو منصوب الظنون أو المجرور الظنوني، لا يأتي فيه الألف، ولكن هنا جاءت الألف. فبعض العلماء قالوا أن هذا لرعاية الفواصل، لرعاية الفواصل، لأن الآيات كلها تنتهي على الألف، إن الله كان عليما حكيما من بداية السورة، إن الله كان عليما حكيما، وكان الله بما تعملون خبيرا، وكيلا، وهكذا رحيما، مسطورا، غليظا، أليما، بصيرا. فقالوا لأجل ذلك جاء بالألف الظنون. ولكن بعض العلماء قالوا لا، ليس هذا لرعاية الفواصل، ليس هذا لرعاية الفواصل، ولكن هذا بسبب أن زيادة الحروف تدل على زيادة المعاني، زيادة الحروف تدل على زيادة المعاني، زيادة ألف تدل على مختلف الظنون، على ظنون مختلفة، تدل على أن الظنون كان مختلف، ليس ظن واحد، فالظنون كانت مختلفة كما بينا. وقالوا الدليل على أنه ليس لرعاية الفواصل أنه يعني أن الآية الرابعة عندما انتهت لم تنتهي على الألف، وهو يهدي السبيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فهذه الآية لن تنتهي على الألف. فإذن هذا يدل على أنه لو كانت الألف لرعاية الفواصل، فهنا إذن في يهدي السبيل يأتي يهدي السبيل بالألف، ولكن ما جاء بالألف. فقالوا يعني هذه الألف ليست لرعاية الفواصل، ولكن هذه الألف للإشارة إلى أن زيادة الحروف تدل على زيادة المعاني. وما هو المعنى الزائد هنا؟ المعنى الزائد هو أن الظنون هي أقسام مختلفة من الظنون، أقسام مختلفة من الظنون. فقال وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك أي في ذلك الزمان وفي ذلك المكان، في ذلك الزمان وفي ذلك المكان. هنالك هو ظرف يأتي للزمان أيضا وللمكان أيضا، فهنا المراد كلاهما، يعني هنالك في ذلك الزمان وفي ذلك المكان. وهذه الغزوة كانت في
في السنة الخامسة من الهجرة، يعني في السنة الخامسة من الهجرة، وفي مكان غزوة الأحزاب ابتلي المؤمنون، امتحن المؤمنون امتحانا شديدا، ابتلي أي امتحن، اختبر المسلمون والمؤمنون امتحانا شديدا. ومن الممتحن؟ الممتحن هو الله تعالى، المبتلي هو الله سبحانه وتعالى. ابتلي المؤمنون أي الله ابتلاهم، الله امتحنهم، والله سبحانه وتعالى اختبرهم. ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزلوا زلزالا شديدا أي حركوا تحريكا شديدا، المسلمون حركوا تحريكا شديدا. هذا يدل على حالة الخوف الشديد، على حالة الخوف الشديد وعلى حالة الاضطراب الشديد. المسلمون كانوا في حالة الاضطراب، في حالة الاضطراب، ما كانوا في حالة الأمن، ما كانوا في حالة الأمان، بل كانوا في حالة الاضطراب. فقال وزلزلوا، كأنهم وقعت الزلزلة في قلوب المؤمنين، وحصل لهم خوف شديد، حصل لهم خوف شديد، وحركوا، حرك المسلمون تحريكا شديدا، والمعنى أنه حصل لهم حالة اضطرابية شديدة. وهذا نحن قلنا هذا حصل لما رجع المنافقون إلى المدينة المنورة، وشاع الخبر بين المسلمين أن بني قريظة هم اتفقوا مع بني النضير على أنهم يغيرون على بيوت المسلمين ويأخذون الذراري والنساء، وهكذا يغيرون على المسلمين. فذلك الوقت يعني ابتلي المؤمنون ابتلاء شديدا، وصل إليهم الخبر. وفي ذلك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل صحابيا حتى يحقق عن هذا الخبر، فجاء الصحابي وأخبر أن بني قريظة هم نقضوا العهد، بنو قريظة هم نقضوا العهد، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وسيأتي قصة بني قريظة بعدما نفرغ من قصة غزوة الأحزاب، تأتي قصتهم أيضا ماذا حصل معهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا أيضا أشرنا إلى سبب نزول هذه الآية، بينا سبب نزول هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أضاء له يعني ما بين لابتي مكة المدينة المنورة، فقال يعني رأيت كذا وكذا من القصور، رأيت قصور صنعاء، رأيت قصور حمر من أرض الروم، رأيت قصور صنعاء أيضا وأرض الروم، وكذلك الحيرة من العراق ومدائن كسرى، رأيت كل هذا. ففي ذلك الوقت المنافقون قالوا انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ألا تتعجبون من قوله نحن بسبب الخوف الشديد حفرنا الخندق، حفرنا الخندق، والآن بسبب الخوف الشديد نحن نخاف أن نذهب للبول والبراز، نخاف من ذلك أيضا. وهو يقول سيفتح لنا هذه البلاد كلها، فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فقال تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. واذكر ذلك الوقت أيها الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض، والذين في قلوبهم مرض يمكن أن يكون تفسير للجملة السابقة، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقون في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، والمرض إما الكفر وإما النفاق، إما الكفر أو النفاق. أو يمكن أن يكون المراد من الجملة الأولى المنافقون، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي ضعفاء الاعتقاد، ضعفاء الاعتقاد، يعني المسلمون الجدد الذين كانوا ضعفاء الاعتقاد، عقيدتهم كانت ضعيفة، لم يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يترسخ، بل أسلموا فقط وكانوا ضعفاء الاعتقاد. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فهم قالوا، والذي قال هذا الكلام هو معتب بن قشير، قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفتح البلاد إلا غرورا، إلا خداعا، هذا غرور شديد، خداعا شديد، نحن لا نستطيع بسبب الخوف أن نذهب للبول والبراز. وهو يقول يفتح لنا البلاد، وهؤلاء الكفار قد جاءوا إلى المدينة المنورة ويريدون قتالنا، ونحن لا نستطيع أن نردهم. فهذا كله غرور من محمد صلى الله عليه وسلم ومن الله سبحانه وتعالى. فهكذا قال المنافقون ذلك. فالمنافقون هم يعني لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفتح البلاد الكثيرة للمسلمين، فقالوا هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لأننا في هذه الحالة الشديدة من الخوف،
فكيف يمكن أننا نرد الكفار من مشركي مكة وغطفان وأسد وكنانة وأوباش العرب وبني النضير، وكيف نرد هؤلاء؟ وإذا لا نستطيع أن نرد هؤلاء كيف يمكننا أن نفتح بلاد الأخرى؟ فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني هذا الوعد يكون فيه الخلف، الرسول صلى الله عليه وسلم يخلف الوعد ولا يحصل، لا يتم هذا الوعد، هذا فيه غرور شديد وفيه خداع شديد. ويستمر الكلام على كلام المنافقين، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب. نستمر إن شاء الله غدا، انتهى الوقت اليوم. سبحان الله وبحمده، سبحانه وتعالى.